عنده زمان اللي تقول لنا وعد سيس. مرحبا مرحبا، السلام عليكم خوص، مرحبا بكم معنا من السوق حد البروز. اليوم شحال ادوات؟ 13 اخويا، واتي من 13/11/2022. غنبداو مع هذا السيد عدو، التبن ديال العدس معمرو في خناشي، التبن ديال العدس تبارك الله ما شاء الله قليل ولكن راه عالف صحي للبهايم. بوحدو 1000 تبارك الله. وشحال بعتي اليوم؟ 13.50 72 درهم ونص كما كتشوفوا. وكذا السوق في البيع والشراء ديال هادشي ديال ديال التبن؟ الثمن كاين الثمن، كاين الثمن والشاري كاين ولا شويه؟ شويه ما كاينش، قد عليك الثمن قاسع، الثمن قاسع عليك. ما سمعتو حتى التبن تاع العدس كما قلت لك راه قليل هنا في البلاد في المغرب، هادشي اللي كاين. والله يسهل عليك وتبارك الله عليك، مازال عندك منه ولا هادشي اللي كاين؟ الله يسخر الله يسخر. تحياتي لكم كبيره خوز من سوق احد البروج، مرحبا والف مرحبا، والله يسهل على كل واحد، والله يدير الخير، والله يعين. اخويا تعطينا التبن تاع الفوراج؟ شحال التبن اخويا؟ انت تتشي اعطيني انا هادي هول. مرحبا العبو، يلا 1150 كما تشوفوا. 1150 اخويا، شحال؟ 1150 فوراج تبن مطحون؟ طيب ما بقيتش سنبليه 900 بينو بيت تبن مطحون كما قال لنا اخوان ما بقاتش كل حاجة، وعلى حساب الجودة ديالها من 700 حتى ل 45 درهم. من 35 حتى ل 45 درهم اخوت كما سمعتوا، تبن مطحون الثمن كاين ياك اخويا؟ كاين الثمن، كاين الثمن والشاري راه قليل كما كتسمعوا. ايه طاب طيب. امين اخويا، الله يعطينا الشاي ان شاء الله. الوقت واقف على الشاي خوت، يا رب يا رب دير الشتاوي الخير، والله يهدينا والله يرد بينا على بعضياتنا الاخوان خير ان شاء الله، والله يسهل علينا. تبارك الله ما شاء الله. 11.50 ليا 57 درهم ونص. تحياتي لكم، ودي شاف فيديو عجبوه خلي لنا واحد لايك تما. مرحبا والف مرحبا، والله يسهل على كل واحد، الله يسهل على الجميع. الحمد لله تبارك الله ما شاء الله، تبينه مطحونه ديال هاد العام، مطحونه فارغه مليحه مليحه ديال جديده جديده ديال ولاد عامر، من يوم 8 باش سعر البيع ولاد عامر 850 ريال، 42 درهم ونص باش بعت. اي والله يساوب من عندو، الله يرحمنا باش كلشي عاد سيدي ربي قريب، خير موجود عاد سيدي ربي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الشاري شويه قليل، الشاري كاين موجود قليل شويه. واه الشاري اخويا الثمن، الثمن كاين الثمن، الشريعيه 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 الثمن اخويا، الشاري خاصو الدعم خاصو الدعم. الشاري مسكين راه عيا عيا ما يوكل. شحال قدو يشري؟ والله يصور السيمانه ولات فيها راه مشات عيا كدور بسرعه اخويا صراحه، الوقت غايد. والله يسهل عليك اخويا حتى ان شاء الله، الله يحفظك انت ونتام. مرحبا بك وان شاء الله تبيع من بالرباح. الله يسهل على اخويا، الله يسهل على اخويا. شحال لقيتي بنتي ليا؟ مرحبا بك اخويا، انا موجود موجود. انت تخلي لي الرقم الا بغى شي واحد شي تبن ولا شي حاجه. تبن مطحون واش نقول؟ تبن مطحون، جلبانه، الجلبانه عندك تاهي، الجلبانه العدس كلشي عندك هاك اللي خاصها تجي حاجه راه الجلبانه تاهي اخوان مفقوده صراحه، مفقوده مطحونه. فوراج فوراج شو مطحون؟ لا فوراج بال بال فوراج. شحال البال كتبيع؟ كاين 12 رومي، شي حاجه مليحه رومي رومي باش نعرفوا تعرف اش. وبالنسبه للعدس خدشه تا 71 70 درهم 70 ديال البلاد. وبالنسبه للجلبانه خنشه؟ جلبانه 11100 55 درهم. غنخليو لكم الرقم التليفون ديالو، اللي بغى شي حاجه يتصل به يجي ويعزل السلعه ويديها. الله يسخر. 06 8 ونص اخويا باش سير البيع. 07 07 60 60 77 77 38 38 21 21 كاين ركين في ثلاث ولا ثلاث ولا ثلاث. الله يسهل عليك اخويا، الله يجيبك التيسير. ديتو 50
وكا ياك ياك هذا مليح الله يحفظك. انت اللي بعتي النيت ب 50 تشاري وهاد هاد الكاوكا ولا شي ليقه البقار الغلم كلشي سير عاد ياك تبارك مش اخوان مليح الله يسهل على الدراري اللي داو الله يسهل على المواليد يباعو قالك 50 درهم مفروض بشروه هذا كيطيع عليك كيطيع عليك الله يسهل على كل واحد وتبارك الله عليكم اخوت ومرحبا والف مرحبا الله يدير خير الله يسهل على الجامي 50 درهم بشروه الدراري تبارك الله ما شاء الله يا اخوان هذه فصه بال فصه شحال اخويا الثمن اليوم 70 درهم 70 درهم تبعتي ب 70 درهم انا بها خويا 14 ونص هذا كيقول 14 ونص ولكن الثمن البيع هو 14 بالنسبه للسوق كاين شي شاري شويه قليله شويه خويا شويه وهذه منين اش من منطقه قراقر قراقر وتبارك الله عليك اخويا والله يسهل على اخويا الله يجبك التيسير تحياتي للمتتبعين كاملين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن مرحبا والف مرحبا بالجميع الله يسهل على كل واحد الله يسهل على كل واحد جاري المغرب واقفة على الشا واقفة الوقت واقفة على الشا الله يرحمنا الاخوان ونستغفر الله وندعيو وربي ان شاء الله يستجيب لينا يا ربي والله يسهل على كل واحد الله يسهل على كل واحد والله يسخر الله يسخر تبارك الله ما شاء الله يا اخوان دزنا عند الاعلاف نبداو بالنخالة النخالة ياك 26 اخو 2600 2600 مازال زادت عاوتاني كانت ب 2400 2500 زادت ثاني 100 ريال زادت 100 ريال مشكل ها هي النخالة عاوتاني مزيودة ما فهمتش انا كمل معايا اخويا عطيني ال درا 96 الدرا هادي مقرشنا 96 الكيلو 96 الكيلو زيد وبلاد كاني ما داك ديال المقار داير 4700 ديال الحليب 4700 زيد كاين شي شمندر شمندر لا 96 تاهو كلشي مزيود كلشي ياه؟ سمعتوا اخوان كلشي مزيود الله يصور والله يسهل عليكم اخويا الله يسهل عليكم على العموم اخوان كما قلنا الله يسخر الجميع الله يسهل على كل واحد ايوا هادشي ديك الله يعاونك اخويا الله يسهل عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك كل شيء غلا قال لي الدري الله يصوب الله يصوب الله يرحمنا بالشيء هادشي اللي كان مازال اخوان في مع الاعلاف غادي نشوفوا ان شاء الله التخليطه ديال الدريا وال السكالي مو داك الشيء نشوفوا شحال دايره ونشوفوا السمندر ديال دكاله حتى هو شحال داير والنخاله النخاله بشحال صافي النخاله اخويا غالي اللي نديرها 25100 و 40 ريال اللي كتبيعو ب 5240 زادت عاودت زادت عاودت السيمانه اللي فاتت شحال بعتوها الله يرحم الوالدين السيمانه اللي فاتت السيمانه كانت ب 22 2100 زادت دقه زادت 340 ضربه واحده زادت 17 درهم الخوت في الخنشر تمارة كحلة الحمد لله التخليطة شحال باقا التخليطة 76 كيلو هاد السكاليم ديال اش هاد؟ نخالبتي نخالبتي 56 واش مندر؟ مندر ديال 80 ريال 70 كلا والثمن 70 80 عندك ديال برا اللي غالي ديال 94
ندير برا اللي غادي 94 شمنظر لونسيلاج لونسيلاج 29 باش كيبيع فيها نمشيو نشدو عليها والله يسهل عليكم ان شاء الله الله يجيب التيسير وصافي هما الوقت اخوان صعيبه صراحه هنا راه كاين انواع تاع الشمنظر هذا 70 3 دراهم ونص وهذاك الغليظ داير 68 68 كل واحد ولاش كيليق ولا كلشي تسمين؟ اه بحال بحال كاع الشمنظر واحد كاخر قاعد كامل. ولونسيلاج 23 ريال. غادي ان شاء الله نختموا الفيديو هنا. نختموا الفيديو هنا اخوان ما بقاش نزيد حتى حاجة الله يجعل شي بركة. تحياتي لكم اللي بغى شي حاجة خلي لنا كومونتير مرحبا وألف مرحبا. وهاد الحشف ديال 26 ريال الكيلو. تحياتي لكم كبيرة من مسوق حد البروش الله يساعد كل واحد الله يجزي الخير وتبارك الله عليكم هو هذا ان شاء الله السلام عليكم اخوتي الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي تبدل المنزل